أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الذكر بعد الأذان خاص بالمستمع أم المؤذن أيضا أن يقوله؟ نعم، يستحب للمؤذن أنه يتابع نفسه، فإذا رفع صوته بكلمة الأذان وفرغ منها فإنه يقولها سرا بينه وبين نفسه باب المتابعة، ليدخل في الحديث: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخر الحديث، هذا يثمن المؤذن.